على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. المجازين الوحيدة في تونس على امتداد 120 دقيقة، اختصاصنا في حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية وعلمية بالأساس، وهو القائل الحقيقة تنبع من مجادلات الأصدقاء، العلامة الفيلسوف التونسي محمود المسعدي. تتسويت سومير سومير سومير. مش نكملوا نقدموكم بلغة الأرقام في تقريرها حول الشرق الأوسط. مكتب منظمة الصحة العالمية تقدم لنا بعض الأرقام هذا وأكثر بعد بشوية. ما تنسوش أجندا سانتي وزوم سانتي بعد شوية، باش نحكيو على الحادثة اللي صارت، الأكسيدون اللي كانت تعرضت لها الأمبيونس في معتمدية العلي. هذا وأكثر يستنى فيكم في ساعتكم الأولى. ألو دكتور. ألو دكتور. في ألو دكتور اليوم مش نحكيه على الشكوى. الشكوى ربي صحيح، ولكن ثقافة الشكوى هذه أي حاجة مش عجبتك، حتى مجرد أمبوتياز الصف تقول كل شيء مليان، الأمور ما هيش هي هذا وأكثر. فكرة الشكوى أو ثقافة الشكوى كيفاش نجمو نقضيو عليه؟ هذا وأكثر باش يكون معنا الإخصائي في العلاج النفسي فيصل الكعبي من بعد بشوي. أهلا وسهلا بكم ناس الكل، هذه 93.3 راديو الحياة فام بوانت. كثرة الشكوى ما يعجبك حتى شيء، هذا مش يكون موضوعنا من بعد شوية في ألو دكتور. ألو دكتور. هما الناس اللي ديما ما يعجبهم حتى شيء، اللي نعرفهم بالعامية شنية الظاهرة ذي، كيفية الوقاية وكيفية العلاج الصحيح يقدمهم لنا بعد شوية أخصائي في العلاج النفسي بعد شوية سيد فيصل الكعبي باش يكون حاضر بحضينا في ألو دكتور. سينو مش نحكي لكم على أهم الأسباب العشرة المؤدية للوفاة حسب منظمة الصحة العالمية. في 2019 كانت الأسباب العشر الرئيسية للوفاة مسؤولة عن 55% من الوفيات البالغ عددها 55.4 مليون وفاة في العالم، وترتبط الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم المرتبة وفقا للعدد الإجمالي للخسائر في الأرواح بثلاث موضوعات عامة: القلب والأوعية، الجهاز التنفسي، والحالات المرضية في المواليد اللي تشمل الاختناق الولادي. ويمكن تقسيم أسباب الوفاة إلى ثلاث فئات: أمراض سارية، وهي الأمراض السارية، الأمراض الغير سارية، والإصابات. أما تمثلت 7 من الأسباب العشر الرئيسية للوفاة في العالم لسنة 2019 في الأمراض الغير سارية، وأدت هذه الأسباب 7 إلى 44% من جميع الوفيات، أي 80% من الوفيات النجمة عن أهم 10 أسباب. ومع ذلك فقد أدت جميع الأمراض الغير سارية مجتمع إلى 74% من الوفيات على الصعيد العالمي لسنة 2019. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، بعد شوية كالعادة جوندا سانتي، أهم المواعيد الطبية والعلمية على راديو الحياة فيه. كثرة الشكوى الناس اللي ما يعجبهم حتى شيء يتذمروا على أقل حكاية حتى على صف قدامك وش هي ينجم ما تعجبهمش الأمور، كيفاش علاش؟ هذا وأكثر باش يكون موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور. prévention cardiovasculaire، هذا هو باش يكون السومير متاعنا بعد شوي في أجندا سانتي بتاريخ 5 ماي. توت سويت في الأجندا سانتي. أجندا سانتي. الويبينار هذا باش يكون بتاريخ 5 ماي 2022 تحت عنوان prévention cardiovasculaire les cardiologues et le cholestérol en 4 questions كلي، باش يكون من 4 حتى للخمسة ونص. نذكركم انه هذايا من تنظيم لاميكال دي ميديسان كارديوفاسكولير بصفاقس بتاريخ 5 ماي 2022. ونعاود نذكركم انه الميتينغ نتاعهم باش يكون كونغري ناسيونال، باش يكون في جربة من 5 حتى ل 8 ماي باحد النزل الخاصة بجربة. هذا فيما يخص اجندا سانتي بالنسبة لليوم. اهلا وسهلا بكم على راديو الحياة فهم، في اقل من 3 دقائق فلاش انفو 10 ونص انتم تسمعوا فينا à 93. Santé 5.0. للناس اللي تتذمر مش عاجبها الوضع، اللي مش عاجبها حتى شيء، الشكوى وثقافة الشكوى الكولتور دو بلانت، هذا باش يكون موضوعنا من بعد بشوي. الو دكتور. الو دكتور. سينو في دروا دو سانتي باش نحكي لكم على مدى أهمية الرعاية الصحية. توت سويت دروا على سانتي. دروا
الصحة هو على صوتي. تقدم الرعاية الصحية مجموعة من الخدمات المختلفة لتحسين مستوى الصحي في المجتمع، ومن أهم هذه الخدمات المحافظة على جميع عناصر البيئة من التلوث، بالإضافة إلى الحرص على نظافة المياه من التلوث، علاج جميع الأمراض والمشاكل الصحية الشائعة المنتشرة بين أفراد المجتمع، بين الرجال والنساء وحتى الصغار. ومن أهم الخدمات الرعاية الصحية أيضا توفير العديد من برامج المسح الميداني والكشوفات الدورية، وذلك من أجل اكتشاف الأمراض المختلفة في مرحلة مبكرة، متابعة أمراض التي تم اكتشافها وتشخيصها، ثم تقديم العلاج اللازم والمناسب حسب كل حالة، مثل الضغط وضغط الدم، السكر، الأمراض النفسية، العصبية، النزلات المعوية، هذا وأكثر. تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرأة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وذلك من أجل العناية بصحة الأم والجنين والحفاظ عليها من الأمراض، العناية بصحة الطفل وذلك من خلال رصد ومتابعة تطوراته الحركية، كما قياس معدل النمو عن طريق الذهاب إلى مراكز الرعاية الصحية المنتظمة. كانت هذه إجابتنا اليوم، الجانب القانوني لمدى أهمية الرعاية الصحية في دروات سنتي. بعد شوية في زوم سنتي تعرضت الأمبولانس نتاع العلاء لحادثة أكسيدون، كيفاش وقتها صارت، شنية وضعية والحالة الصحية اللي موجودين في الأمبولانس، هذا وأكثر موضوعنا بعد بشوية. سنتي 5.0 أهلا وسهلا بكم لسكل على رجل حياة فام. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس المختصة بصحة. بعد شوية بش يكون حديثنا حول ثقافة الشكوى، الناس اللي تشكي برشا ومش عاجبهم حتى شيء، هذا وأكثر في ألو دكتور. ألو دكتور. ألو دكتور. وباش نرجع بكم لحالة الأكسيدون اللي كانت تعرضت لها الأمبولانس لمعتمدية العلي والمستشفى المحلي بالعلي، بأكثر التفاصيل هذا في زوم سانتي مع ضيفنا لليوم سي عامل مرزوقي، كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى المحلي للعلي. زوم سانتي سي عامل، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حي، مرحبا بك. نشكرك على تدخلك معنا سي عامل. طمنا على حالة زميلكم الشوفير متاع الأمبولانس تاع مستشفى العلي. الحمد لله لاباس، معناها الاكسيدون اللي صار الحمد لله انه طلع لاباس بريمو سكوندو، الحمد لله انه المرضى بتاع الدياليز بتاع تصفيه الدم معناها تم نقلهم لديارهم معناها ورجعوا لاباس عليهم، وهو راجع معناها في الطريق الكهرباء فارغه، الحمد لله. الحاجه الثانيه المهمه وهذايا بالنسبه للمعطيات الاولى معناها اللي صار في الاكسيدون، تحب نعطيك اكثر تفاصيل هذايا كجواب اولي. صارت الاكسيدون نهار 3 العشية، هذا اللي في بالي بيه انا سي عامر. نهار 3 العشية، خليني اخذ معك اكثر التفاصيل. احنا عندنا مرضى يعملوا تصفيه الدم نهار 3 ونهار الجمعه، نهزوهم احنا من ديارهم بورتا بورت، معناها نمشوا لهم ديارهم، عندنا 8 مرضى نتحولهم على عيل المكان للديار نتاعهم ونهزوهم للحفوز يصفوا الدم، نستناهم ونروحوا بهم لديارهم، معناها كيما نهزوهم كيما نرجعوهم، عملية تاخذ وقت بين 4 نتاع الصباح ولمينهم معناها من ديارهم، ولا نوصلوهم 7 الحفوظ يصفوا من 7 حتى 11:30 نص نهار، كل مرة كيفاش نص نهار يكملوا من غاديك يرجعوا، معناها يرجعهم الشوفير ويهزهم لديارهم، كل واحد يجيبوا من بلاصة يهبطوا في بلاصة، هما البلايص نتاعهم معناها في بلايص متفرقة وبعد على بعضهم، معناها تلقى في مسيوطة، تلقى في بسعيد، في عش بلايص مختلفة، معناها فهمت أماكن مختلفة وبعد على بعضهم، مع صعوبة التنقل والكياسات والثنين اللي تبدأ صعيبة. الكياس الثنين اللي مش نحكيلك عليها أنا هو الراجل مسكين، معناها بوم مسكين شنو، وهو وصلهم هذوما، وصل للجماعة ومروح، واحنا عندنا طريق ما نعرفش انتم عندكم في بالكم فيه ولا طريق العلاج زي بيت هذا بور لا تروزيام فوا يتعاود، تقريبا لا تروزيام فوا يتعاود هذا طريق، مازال كله غريفي وكله معناه حصحاص، معناه طريق الحقيقه رديء، حالته رديئه جدا فهمني، ولا وهو راجع مسكين هكا وعملت لي كهرباء ديراباج والحمد لله قدر ما لا قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله انه هو لاباس، وحتى الكهرباء الحقيقه اللي ديكاد ماتريال ماهيش حاجه كبيره، معناها حكايه طولة ماش ماش نحكي انا على ديكاد ماتريال، اعطيني ساعه لزميلكم لاباس عليه واللي كانوا هذاك اهم حاجه هو لاباس. احنا طمنا عليه هو بريمو، قلت لك كلام اللور بريمو انه هو طلع لاباس، سكوندو ان الكهرباء فارغه ما فيهاش المرضى زاد نتاع تصفيه الدم، خاطر كان جاي نجم يكون فيها تنجم فيها مشاكل اكثر معناها في العمليه، الحمد لله هو وصلهم وهو راجع فارغ معناها، ولا وثالثا وانا حتى الكهرباء معناها ما لاباس، معناها ما فيهاش ديكا كبيره والكل، هذا هو معناها الحمد لله.
خلي جي بروفيت من تدخلك معانا مرة أخرى سي عامر. هذه دعوة لسلطة الإشراف على المستوى الجهوي وحتى على المستوى الوطني. اليوم راكم شفتوا الأمبيلونس راهي تقدم في خدمات كبيرة في العلي. احنا أسطول متاع العلي ديجا ماهوش كبير وهك شفتوا ثمانية. احنا البارح برك في جلسة مع السيد مدير الجهوي وحكين وفي الاجتماع الاخراني اللي صار في الولاية متاع الإضراب كان في بالك بيه متاع 17 مارس ذاك ونهار الجلسة متاع 16 في الولاية اللي صار كان وقتها وعدونا هما في الولاية وعدونا بومبيلونس للعلي على اساس احنا ما عندناش دي زومبيلونس. راهي الكهرباء نحكي لك عليها ما يستخدم امبيلونس معناها ما يتنقل في المرضى راهي ريزيرفي للحوايج هذوما ما يش امبيلونس هي امبيلونس قديمه الحاله رديئه فهمني ولا ماش نتاع معناها نقل ولا قداش عمرها سي عامر بربي عندكش فكره نصورها من عام 93 هذيا ولا حاجه من نوع كيكه معناها فهمت معناها كهرباء 30 عام ولا قداش مازال تركيلي ومازال تخدم في الليتا هذيا والاصل فيه سي الحايم بلاي دعوه كان ينجموا معناها نعرفش انا جمعيات اي حاجه كان ينجموا يعاونونا على مرضى تصفيه الدم. احنا طلبنا حتى ميني بيس صغيره حتى اي سياره من السيارات اللي تنجم تعاوننا بها سوى الدوله سوى الجمعيات سوى اي واحد ينجم حتى اهل الخير يعاونونا بكهرباء الحوايج هذه على الاقل نهزوا فيها المرضى. بالحق راه مرضى يتنقلوا في ظروف صعبه جدا. تصور انت 8 مرضى تحطهم في كابين من تالي باش تنقلهم الحفوظ واللي تال يخرجوا بها ما عندكش فكره انه اللي تام تاع المريض يخرج بها بعد تصفيه الدم راهي تاع حاله معناها حاله رديئه جدا صحيح. يخرج داخل يخرج يرد واللي يدخل معناها في تاع ماهيش هي معناها ظروف الحقيقه قاسيه جدا عليهم ولا والتنقل نتاعهم يمشي في ظروف هو باهي انه يعني على الاقل فما شكون يهزهم ويوصلهم ما يسالش كخطوه اولى اما ما يسالش كي نجموا نحسنوا الخطوه هذه وتدعم منا فهمني ولا من سلطه الاشراف ولا من جمعيات ولا من عند مواطنين ولا من عارفش انا شكون على الاقل في الحوايج هذيا نجموا على الاقل نقدموا ان سيرفيس للمرضى هذوما واقل من نجموا نقدموا لهم وهما يعجلهم يسامحونا بالحق. سي عامر المرزوخ كاتب عام النقابه الاساسيه بالمستشفى المحلي بالعلي اجروميسي لتدخلك معنا والتوضيحات اللي قدمتهم لنا انتجريتي الانترفيو تلقاها شويه اخرى على الباش اوفيسيال فيسبوك وهذه بعض الصور التوضيحيه نجي ناكد التوضيحيه هذه في الحادثه اللي كانت صارت في معتمديه العلي. كملين معكم حتى نص النهار. اهلا وسهلا بكم على راديو الحياه تفا تجم الحكاية تبدأ تظهر لنا عادية تبدأ بتليفون بين زوز أصحابة يش نحويلك والله الحمد لله لاباس أما ماك تعرف الدنيا صعيبة والوضع خايب ويبدأ الواحد يشكي والشكوى كان العالي وإلا كي تروح للدار يسألوك كيفاش كان نهارك وملا امبوتياج هذية ولا حتى ملا ماتش ما عجبنيشي وهذه هي ثقافة الشكوى اللي ماشية وتكبر عند العالم وخاصة عند التوينس. شنية الثقافة هذية كيفية العلاج كيفية الوقاية الأعراض نتاعها هذا وأكثر باش يكون موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور سي فيصل الكعبي أهلا وسهلا. مرحبا السيام مقبول ليك ولجميع المستمعين والمستمعات إن شاء الله. خاصة في العشر أيام الأخيرة ذي إن شاء الله ربي يجعلها مباركة وجيب السعادة لتونس والعالم أجمع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. احنا تظهرنا عادية معناتها في في العادي متاع التوانسة يكلموا بتليفون يشكيلوا يبكيلوا مش عاجبوا الوضع حتى على فيلم ما عاجبوش على مسلسل في رمضان ما عاجبوش ولكن كي تكثر راه وقت اللي نحكيوا على ثقافة الشكوى كاملة واللي هي تولي خايبة حتى على صحة الإنسان. هي تولي سمة من سمات الشعوب. بعض الشعوب كما الشعب الفرنسي يقول لك سي ان بوبل رالور شعب يتشكى. بعض الثقافات من كثر انعدام القدرة على مسيرة هالضغوطات اليومية تصبح كأنه وسيلة من وسائل التواصل بين الناس. حال ما يلتقي الآخر كأنه باش يمدد التواصل يلزم محتوى كلامه وتواصله يكون محتوى شكوى. وهذا تلقاه في القاوي تلقاه في الـ في الـ في الشارع تلقاه في تكون في محطة تنتظر أول واحد يتصل بيك أو يحاول يكلمك ما يعرفكش يبدأك بشكوى تتسيف. شفت هاو القطار وخر هاو السيارات شفت الدنيا نشكي من الصيف كذا الدنيا صحيح. حر برشا الشتاء الدنيا باردة برشا أي طقس نشتكي منه كان ربيع كان صيف نشتكي من كل شيء نشتكي من نقص الأشياء في حياتنا نشتكي من التربية والتغير. هو سيمة العصر سيمة عصرنا أنه كثرت فيه ضغوطات وكثرت فيه الاستفزازات سمة ثقافة الاستهلاك أنه التلفزيون يعرض لك أشياء وانت ما عندكش إمكانيات أنك تحققها
فما مضاعفات نفسية دائما لهذا تخلي الإنسان دائما يعتبر نفسه، وهذه يمكن أحد نتائج هلا أنه يعتبر نفسه ضحية لكل ما يقع حوله. صحيح. أما الفرق لنا كان تسمح سي فيصل أنه صحيح أنت اللي كنت تحكي لي ظروف نمط الحياة الجديدة معك ساعتي خلني سنين ذم، لكن الفرق وين ساعت توصل تولي سمحني في الكلمة عركة. كيفاش عركة؟ قالوا وينك لاباس والله اللي كنت مريضة في الفرش عندي شهر شهرين هك ما سألتش علي أنت تولي بعد يخرب والله يقول له عندك الحق مانا ماك تعرف ما ولدي درشنو يولي وفكل وكأنه يتبادل شكون يشكي معناتها يشكي أكثر من الآخر وقتها تولي زادة خايبة. صحيح. هذه اللي هي المسألة كل تبدأ من الأول، تبدأ من عنا تجربة في حياتنا إحنا كبشر. العام الأول العامين الأولانين ثلاثة سنين الأولانين في حياتنا إحنا تابعين لوالدينا، والدينا يعملون كل شيء، وهذه معناها مش مطلوب منا. راح حال ما نكتب بعد نكبر بعد ثلاث سنوات مفروض في التربية، وهذا مش قاعد يقع، مفروض في التربية الوالدين يعلموا الصغير شوية يبدأ يأخذ مسؤوليته. ثلاثة سنين روح ينحي صباطه قل له ودي حط صباطك مثلا في التركينة، العب بلعب تنجمش بعد ما تلعب تنظم لعبك. احنا ذي الكل ما نعملهاش، ما زالت لحد الآن كثير من الأمهات والأباء يوكلوا صغار عمر 20 سنة يحط رجليه تحت طاولة تمدلوا صحن يأكل ويفز ويخلي الأمور كاكا، فما شكون يخدمه. تعودنا على التبعية، مفهوم التبعية، أنا من نعمل شيء الأخرين الدولة مفروض تلقى لي خدمة، أمي بابا يوكلوني حتى عمري 30 سنة ونبدأ نشتكي كأنه أصبح الشكوى موتور باش نجلب عطف الآخرين ونبرر أني في التبعية. التبعية اللي عنا نوستالجيا دائما أنه هك الأعوام الأولى من الحياة، ذاك علاش الطفولة دائما وردية. أنا قاعد والماكلة توصلني لفمي، هذه وحتى قبل الولادة في كرشمه الإنسان محمي متوفر عنده كل شيء، الحرارة كونستانت مش تير بيع ولا ما مش محتاج يعمل حتى جهد باش يعمل تعديل في الحرارة، الماكلة توصل له كل شيء. هذه كان اعتبروها بعض الناس يعتبروها لو بارادي بيردو، الجنة المفقودة. إذن دائما عندنا نوستالجيا لنرجع لك الجنة المفقودة، والآن الضغوطات وصعوبة الحياة خلت ناس مغير ما تشعر باللاوعي يميلوا إلى التواصل مع الجنة المفقودة. إذن سبيلنا باش نمشي للجنة المفقودة أنه نشكي أنا مريض أنا تعب أنا الظروف صعيبة أنه ما لقيناش خدمة أنه فما مواد ناقصة، كأنه التشكي هو سبيل من سبل استدرار العطف متاع الآخر ويخلي الآخر يأخذني انشارج يأخذني يتحملني يأخذني فيه. وهذا تتولد عليه انعدام، كما قلت النقطة الأساسية والمفرق هي انعدام المسؤولية. انعدام المسؤولية في مجتمعنا التونسي غائبة بالكامل من القمة إلى القاعدة، معنى الناس كل غائبة عندهم. وهذا ثقافة تولدت في الثمانينات سمحني وفي التسعينات لو تذكر رحيم، يمكن كنت صغير، لكن لمين نهدي كان يعمل مسلسل اسمه خاتيني يضحك. ثقافة خاتيني أصبحت ثقافة سيمة من سيمات كل شيء اللي يقع خاتيني. مش وقتاش نحمل مسؤوليتي، وقتاش نبطل نشكي ما اللي يقع ونقول شنية مساهمتي في اللي قاعد يقع، الوضع اللي عايشينه في المجتمع شنية مساهمتي، الشيء اللي نشكي منه ولو 99% مسؤولية الآخر، عندي 1% مسؤوليتي. وقتاش الناس توقف وتبدأ تقول شنو نصيبي في الإشكال، عندي مشكلة في عيلة شنية مساهمتي في المشكلة هذي، أكيد الآخر ساهم بشكل أكبر لكن شنية مشكلتي شنية مساهمتي. إذن لو نطرح على أنفسنا مسألة مسؤوليتنا في كل ما يقع فما أمبادعياش، نجم نقول ونلعن الكرهبة اللي وقفت ونلعن، لكن شنو مسؤوليتي في الأمبادعياش؟ كيفناش استعملت سيارتي؟ كيفناش ثقافة نستعمل السيارة؟ بعد مرات باش يشري خبزة في الحومة يشهز سيارته،
إذن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. بعض مرات في الإشكاليات اللي وقعتنا في حياتنا ننسى شنية مساهمتنا فيه، مش شنية احنا مسؤولين بالكامل على مساهم. اما شنية مساهمتي، هذية احد المخارج باش نخرج من التشكي به. اخر حاجة انه رب العالمين سبحانه كل شيء في الدنيا له جانب سلبي وله جانب ايجابي، ولو الايجابي 1% والسلبي 99، ولو الايجابي 99 والسلبي 100%. على كل، كيف نعلم انفسنا ان ننظر للجانب الإيجابي في كل ما يقع لنا في حياتنا، في كل ما نتشكى منه شنو هو الجانب الإيجابي؟ نجم نشكي من رمضان، والله سخون الدنيا سخونة وشفت والله عطشنا وكذا، لكن شنو هو الجانب الإيجابي في اللقاء في الصيام هذا اللي نقوم به؟ شنو هو المردود الإيجابي على نفسي؟ لو نبدأ ناخذ المسؤولية ولا نشوف الجانب الإيجابي، قلنا ولو 1 في 1000 و 999 سلبي، كل 1 في 1000 نشوف الإيجابي، تتبدل عقليتنا أو طاقتنا الحياتية النفسية ونصبح أقل شكوى من الموضوع، ونتعامل مع المشكل لأنه فهم مشاكل بالحق، نتعامل معها بمنطق المسؤولية. اختيار لزاوية النظر للمشكل هو اللي باش تفرق في الاخر في تعاملنا معه. اما تو كي معناتها يمكن الاشكال زاد في تونس، بون خلينا على الاقل في تونس، معناتها سي فايس كي نحكيو على من الثمانينات التسعينات بدات الثقافه هذه تتزرع، اصبحت في عادات التوانسه، واللي اخطر منها وكانه باش ننطلق في اي حوار مع عبد ما نعرفوش نبدا بالتشكي اللي هو نعرفه، هذيك اللي هي معناتها منطقه مشتركه بيناتنا. كما كنت تحكي لي الطقس سخون، ملا سخانة، حتى في الريم تاع كار زوج سنين وملا سخان كالعادة بضات الكار مثلا، فهمتني؟ أيه. دونك ولات في تونس التشكي وكأنه نقطة انطلاق لأي تواصل بين زوج أطراف. هذا علاش سميتها ثقافة التشكي، أصبحت جزء من ثقافتنا الحياتية. الخطير في هذا هو أنه تحدثنا من أسبوعين على الضغوطات الستريس، أنه ثقافة التشكي نولي نصلع لنفسي وهم الستريس أني عايش تحت ضغوطات هل اللي نتشكى منه، الخبز ناقص ما فهمش الكوش اللي كلها تخدم، شنية الإشكالية فهمش، فما كوشة تخدم نمشي الكوشة وبأريحي عوض ما نسمم بدني بالتوكسيك بالسموم الستريس، ضروري أنه نغير الزاوية باش بدني ما نسموش. إذن هذا المردود هالثقافة ذي أنه أول حاجة نبدأ بمسألة تسميم البدن بأشياء إحنا في غنى عنها. ثاني حاجة انزلاق في والشعور بأن ضحية فيكتيم، أن ضحية لما يقع، لدرجة أنه تصبح الحياة صعبة. كثير من الشباب اليوم يقول لك مازال ما تخلش، مازال في التعليم، مازال 10 سنين، يقول لك الحياة في تونس ما عادش ممكنة. عليه القراية ما توصلش، القراية ما توصلش والحياة صعيبة وما عادش فهم مستقبل، تقرأ ولا ما تقرأش المستقبل ما فهماش. هل النغمة اللي بدأت في ثقافتنا من التشكي تشعرنا أن فيكتيم وأنه ضروري أنه نغادر هالبلاد دي؟ إذن أصبحنا ثقافة الهروب، الهروب من واقعنا، لازم نهرب من واقعي إلى أشياء أخرى، إما الفيسبوك كإدمان كإدمان معين فيه، أو المخدرات أو الكحول أو سلوكيات أخرى، لأن نتذمر من الواقع وضروري نلقى مخارج لهالتذمر هذا بالهروب، إما للخارج يقول لك لازم نخرج للخارج. شنو هو الباجاجك اللي تعرف لغة، اللي عندك صنعة، اللي عندك يقول لك غير مشاء، ولا فما وضع في تونس قاعد ينجرف ونشوفوا أطفال 9 سنين ظاهرة الانتحار هذه الجماعي هذه، وأصبحت بأرقام مفزعة، والحمد لله أنه ما عادش يقولوا على الأرقام هذه لأنه أشياء تجيب لنا الكآبة من كثر ولكن مسؤولين نحن. حالة اليأس، نعم، حالة اليأس، حالة اليأس، الشكوى انتقلت إلى مرحلة اليأس، اليأس والهروب، الهروب من الواقع بأشكالها المختلفة. أنا نعتبر يلقي نفسه في البحر ونوع ما من الانتحار السلبي، ويعرف أنه فما خاطر. نرجع نتناقش معك في الحلقة كنظرتنا إحنا للحل، خاطر معناتها كنظرتنا للحل
انت قلت لي مش نحط روحي في وضعيه خطيره، معناتها ماشي في البحر في شقف ما نعرفش عليه معك، اما زيد نجم انا نقول لك هي هجره عبر القارات بطريقه غير قانونيه، سي لو ميم ريسك انه نجم نطلع في طياره بيان سيكوريزي ودرا شنو وطيح ونزيد النجم يا اخوانا بطو في شقف هذاك وسامحني بالعامية وتسلك اموري. هذا اللي هذا المفهوم على الاقل اللي ليته من عند عبيد بصفه لما نشوف الرقم لما نشوف الرقم حوالي 4000 يمتصهم البحر هذوما اللي معلومين ديكلاري. اصبحت البحر المتوسط اصبحت مقبره يسميها مقبره لل اذا انا مشني على نتحدث على تغيير الوضع الاقتصادي والهجره ولا، وانما تصبح حل لمعضله مش موجوده عندما نشوف اطفال قصر مازالوا في سن التعليم يركبوا في المراكب هذه، عائلات بكاملها تركب، اذا فما انعدام مسؤوليه وفما مخاطره لوضع. انا نشوف برشا ناس استاذ تلقاه ولا معلم يقول لك نحلم بالحرق، يا ولدي عندك وضع، اذا اصبحنا ما عادش راضين على الواقع هذا هو اللي نركز عليه ونبحث على الحلول للهروب من هذا الواقع اللي يعتبر شيء طبيعي. بنفس المنطقه اللي قاعدين تفسرنا به سي فيصل، زاد نجم نقول لك الانسان بطبعه الحاجه اللي في ديه ما عادش يغزلها ويغزل اللي ما عندوش باش يبدا به، دونك الى حد ما تنجم تكون الشكوى في حد ذاتها موتيف معناتها سبب به. هذا فين جانا الدين جانا كتربيه القناعه القناعه كان والرضا. الرضا مش معناها راهو القبول بالموجود، دائما نبحث على التحسين لكن القبول انه هذا الواقع كيف اتعامل مع هذا الواقع. اليوم عندي من في واقع من كان حق خبزه وكعب عظام مش نعملها اومليت، هذاك هو الواقع، نقبل بهذا وغدوه نتمنى ان يكون احسن ونعمل نسعى باش يكون احسن، مش نقعد ما نعمل شيء وظنشكي من الواقع. ان هذا علاش ربطها بالمسؤوليه، روح المسؤوليه، كيف امامي واقع غير مرضي، اوكي كيفناش ناخذ مسؤوليتي في تغيير هالواقع. وقتها الانسان يصبح انسان مسؤول عما يعيش. اما نبقى نتذمر، التذمر هو الشعور السلبي والانسلاخ عن الواقع، انا ضحيه لهذا الواقع مش ني انا مسؤول على الواقع اللي انا قاعد نعيش فيه. على ذكر المسؤوليه وذكر مرحله عمريه مهمين برشا في الشكوى، فما اسكو نجم ناخذ الديفينيسيون هذه معناتها التعريف نتاع ثقافه التشكي واللي هو اكستري من كتاب السعاده 2008 لروبرت دينيس، حرفيا يقول انه بعض الاشخاص يميلون بطبيعتهم الى الشكوى بشكل متكرر والبعض الاخر يمسكون انفسهم، وتتحكم في ذلك العوامل الشخصيه لدينا مثل مقدار السيطره على انفسنا في موقف ما، قدرتنا على التسامح والرغبه في تقديم الذات بشكل ايجابي والمرحله العمريه التي نمر بها. صحيح تكون شامل هالتعريف هذايا اكيد. والجانب اللي انا ما حبيتش ندخل فيه الحقيقه لانه هذه احد الاسباب لبعض الناس اللي اصبح من طبيعتهم تشكي. كما قلت المرحله الاولى من الطفوله هي مفصليه في تركيبه الشخصيه، شخصيه الانسان. فما ناس عندهم ديفيسيت كما ديفيسيت دو فيتامين ا ولا بي ولا نقص سي. نقص في المحبه ولا هالنقص في المحبه يبقى حياته الكون يسعوا لجلب انتباه الاخرين واللي محبتهم انهم يشعروهم بالمحبه. بعض الناس مفكرين ما يقدر يجلب محبه او اهتمام الاخر الا لما يتشكي ويصبح نسميهم لي زيبوكوندرياك، هذوما اللي يتوهموا امراض، قلبي يدق وعندي المعده، يمشي للطبيب ما عنده فيزيولوجيا ما عنده حد شيء، ولكن اعراض هذا الامراض يقدروا يوصلوا انهم يكونوها في حياتهم رغم اللي السبب مش موجود. نقول هذه ثقافه التشكي تصبح كانه اسلوب من اساليب استدرار الحب والعطف. نروح للدار باش مرتي تحن عليا او تحبني او تعطيني حركه، يلزم نقول لها اليوم تعب في الـ في الـ في, الـ في الخدمه والطريق امبوتياج في الترونسبور باش تروح. لما نقول باللاوعي بشكل لاوعي لما نشكي باش نسخف الاخر مش يسخفوا وكيما الوالدين قلت الجنه المفقوده مش يحن عليا
ويبنني كما يبنوا صغير قبل يقول له عايش ولدي جا مرحبا ومسكين احنا لو تشوف اخويا رحيمه في ثقافتنا قداش نستعمل كلمه مسكين انسان في وضع معين قل مسكين علاش تمسكنوا في الناس مسكين ما نجحش مسكين ما عندوش باش يشري مسكين ما عندوش الكار فاتته مسكين كلمه مسكين المسكن فيها كل وضع غير مريح لانسان بينما عوض ما نحملوا المسؤوليه ونسألوا كيف يتحمل مسؤوليه تغييرها الواقع الغير مرضي هو واقع غير مرضي اجا نجلس ونلقى الحلول لهذا الواقع وتحمل مسؤوليتك في هذا وتعاملنا يكون إيجابي أكثر في الوضعية هذه وهو كبداية حل نذكركم أنه حاضر بحضينا سي فيصل الكعبي وهو مختص ومعالج نفسي حديثنا مع حتى نص النهار على ثقافة الشكوى الناس اللي تشكي برشا هذوما وراو يقلقوا برشا حتى كي تقعد يصبح مرض تتقلق حتى كي تقعد بجنبه توصل مرحلة أخطاني منه معناتها أخطاني منه سيبني معناتها ماشي في الأخر حتى أنا ماشي ناقص عندي مشاكل معناتها كما أي دونك كي تكثر عليا زيد ترزان عليا أنا معك تنجموا تكلمونا على 70 035 120 70 035 120. الشكوى اللي فهمته زادة في بحث حول الموضوع هذا سي فيصل عندما تحدث حدث سلبي مع أي شخص فإنه يقوم بتفسيره بطريقة ما وينتج عن هذا التفسير الطاقة والمشاعر تكون من نفس النوع الطاقة فإذا كانت الطاقة السلبية باش تكون مشاعر سلبية أيضا ويؤدي تكرار التفسيرات السلبية للأحداث إلى زيادة الطاقة السلبية بشكل كبير والتي ستحتاج إلى تفريغ واللي باش تضر الشخص كثيرا للي هو والغيره وكي نحكيه على موجات سلبية معاش تكون في شخص باش تنتقل مجموعة كاملة صحيح وهذا هذه الطاقة السلبية اللي قلتها التوكسيك تصبح نسمم بدني بأشياء في الأصل هي ما تدعيش هذا وما تطلبش هذا كيف ننظر إلى ما نبقاش وننساق إلى الجانب السلبي كما قلنا مرة المرض معدي والصحة معدية ينجم حتى الطاقة السلبية تقعد مع إنسان بجنبه طاقة سلبية قبل ما يتكلم الإلكترون السلبية مش يتعداو ويمسوا الشخص اللي بجنبه يقول لك والله سامحني يقول إنسان والله مثقل دمه لأنه ما يتكلمش أو ما يتكلمش لكن تشعر بثقل بجنبه لأنه حامل طاقة سلبية إذا تكلم يصب لك واد من وديان الطاقة السلبية ومتعدد الوجوه مع فماش بودي نقول له أوقف فماش حاجة واحدة في حياتك إيجابية حاجة تجيب السعادة كأنه يفيق على لفترة ينتبه كأنه فما حوايج هو ساهي عليها إيجابية ولكن ساهي عليها هذي مثلا عندنا حاجة غابت في حياتنا هي الشعور بالامتنان الحمد لله الحمد لله عنا زيدة بنفس الثقافة كما قلت أنت مثلا تونس يقولوا مسكين في أي وضعي ولكن عنا احنا في تونس يقولوا يحمد ربي معناتها زيدة يقولوا يحمد ربي شوف وين حتى في أسوأ حالاته الوحدة صحيح لكن ربي. أصبحنا نقولوها من غير ما نستشف معناها أصبحت كأني في لغتنا درجة برشا درجة من غير كأنه الحمد لله لكن اللي غالب ويرجع للتسك اش نحولك لباس أقول لك ما فما شيء ولكن يرجع بلكن ويرجع للسلبي إذن الحمد لله أني نمتن لله لنعمة معينة يلزمني نرصد معنى نعمة معينة نقول الحمد لله على نعمة الحمد لله على صحة الأبدان الحمد لله أنا عندي تعب في معدتي ولا لبس. وماشي للطبيب لبس ولكن إن تعدوا نعم الله لا تحصوها إذن لو نشوف عندي مشكلة في أنا عندي قصر نظر ولكن نقول نعم الله اللي أعطاها لي مئات الملايين أكثر من هالسلبية ذي الموجودة إذن قادر أتعايش مع السلبية ذي لأنه نعم الله الأخرى تخليني أستحي كما أيوب سيدنا أيوب مرض 70 سنة لزوجته ما عادش عافت وما عادش قادرة تقربه تقول له أنت نبي
اطلب رب العالمين يشفيك، معناها دعوتك مستجابة. يقولها استحي، استحي من الله. علاش؟ الاعوام اللي عيشني فيها وانا مشني مريض، نحشم كنجي نشكي على على 70 عام مريض. علاش سميوه صبر ايوب؟ اذا لما الانسان عنده مشكل، وموجود المشاكل في حياتنا، لو نحسب الايجابيات اللي في حياتنا، لو نحسب نعمة الله الموجودة في حياتنا، لو نحسب الميادين الرضا والقناعة، تبين هايفة المشكلة اللي عنا. أول حاجة تبين هايفة، وثاني حاجة ماك الأشياء اللي ذكرتها الإيجابية مش نستمد قوة باش المشكلة دي نقدر نحله، نقدر نتجاوزه. أما إذا بقيت في السلبي تعطيني فشل، تتفشلني ونصبح عاجز على، وهذا أحد يمكن معضلات نقول الشعور بالعجز. صحيح. لما نشعر بأني فيكتيم ضحية، نشعر بالعجز وكأني جبل قدامي ما عادش نجم نحرك، ما عادش نحركه به. أما زاد الشكوى تعطي إحساس وهمي بالراحة، معناتها كي واحد خلينا نقولها بالعامية كي يفرغ الواحد أي لباس أحكي ليش بيك، وقت وقتها في الوقت هذاك تحس براحة، والله ماك تعرف صار فيا هكا وهكا اوتوماتيك مو تحس روحك نقصت حاجه من عندك وهميه، اوتوماتيك مو حتى صحتك تحس ارتاحت وقتها بار مومو، ولكن يقعد راحه وهميه ووقتها ماهيش مطوله، خاطر مش عاود نرجع في ستريس ونقعد في كل السيركل هذيك ما عادش نجم نخرج منها. سي فايس، هذايا احد السلبيات في حياتنا. صحيح انه التفريغ وضروري مساله صحيه، لكن لازمني نختار الزمان، متى، المكان فين، ولشكون. اما اذا يجي اول انسان سمحني كانه واحد مش يقضي حاجته في اي مكان، سامحوني شر الفضيل حصرت بولته، مش يقولك في الطريق يلا استريح فيها راحه، لكن نختار المكان ونختار الزمان ونختار فين. مش في اي مش اي معي انسان نجي نفرغ، انا عندي قلبي معبي. اول انسان قال لي ايش نحولك ايش نو وينك، قل له ايش ونفرغ له من غير ما نعرف الاخر شكون ولا شنو، ايش عايش، ايش عايش، قاعد يعيش، يمكن هو عايش في اشكاليه معينه ومحتاج، يمكن هو في وقتها مزروب ويستحي مني وياخذ من وقته وظل في داخلي. وهذا اللي يمكن الاسبوع القادم نتحدث فيه في الموضوع العنف الغير المقصود في العلاقات. يمكن الاخر تعب بحد ذاته، ويمكن الاخر على كل، ويمكن يمكن يمكن هذا يخليني انه انا عندي اشكال في داخلي، ضروري نتحسب ونطلب صديق، نطلب انسان عندي ثقة فيه، نطلبه عندكش وقت، راني مش نطالب منك شيء، مشني منتظر منك حل، مشني منتظر، محتاج نفرهد على روحي، نفرغ حاجة، نحتاج نحكي لك إشكاليتي. أنا بعض مرات كي نتحدث على المشكلة كأني نفكر بصوت عالي. إذا مشني منتظر من الآخر جواب، مشني منتظر الآخر نحصره، وإحنا عادتنا دائما حل ما واحد يشكي حل يقول له عندي وجاعة في الكرش، آه جرب الحلبة، ما تعطيش حل، ما تعطيش حل، ساعات تسمعني وكذا. هذا هو، هذا إحنا ما كأنه نستحي كأنه واحد يشكي لي وأنا ما نقول له حد شيء. نحشم. ولهذا يلزمني نقول له. وهذه قلت لك ندخل في دائرة عنف تون نشرحها الأسبوع القادم إن شاء الله. خليني في أسباب الشكوى. الشكوى من أجل الوصول إلى نتيجة. الشخص يبدأ يشكي يقول كي نشكي هكا على الأقل نجم نوصل نتيجة به. هذه من الأسباب سي فيصل. كيف نشكي؟ عاود لي. به. الشكوى من أجل الوصول إلى نتيجة، بما معناه أنه يتوقع الشخص الشاكي من الآخر أن يساعده على إيجاد حل لمشكلته ونصاحه وتقديم النصيحة له كما نحكيه فيه. اثنين من الأسباب الشكوى من أجل التفريغ. تشتكي أغلب النساء مثلا رغبة في التفريغ ومشاركة الهموم مع الطرف الآخر. صحيح. من الأسباب يعدي الوقت يقول لك. ومن الأسباب زادة أخرى وهي الشكوى من أجل إبعاد الحسد، وهذه يراه في المجتمعات خاصة العربية عن سواه، بحيث يكون شخص سعيد في حياته إلا أنه يخاف من الحسد فيلجأ إلى الشكوى باش لكي يبعدها عن حياته. هذا في مجتمعاتنا العربية برشا. هذه مربوطة بنظرتنا السوداوية والسلبية للحياة. نقول مدام الآخرين مش يحسدوني عن النعمة، خليني نقول لهم الشكوى هكاك يتلهاو يعتبروني اني في سلبيه. في المجتمعات العربيه هذا معتقد غلط وسوداوي
وغير غير غير ما يخليكش تفرح غير متفائل. معناتها وقت اللي زمني انا نفرح بوضعيتي نقومش نخمم في الاخرين ليه؟ معناتها زمني جو بروفيت من السيتياسيون اللي انا فيها في الوقت لانستونتي هذيك والباقي على ربي. معناتها في الاخر شنو باش نعمل معناتها؟ دونك هذوما ثلاثه اسباب اساسيه للشكوى. للشكوى باهي. خلينا نفهم انها تو نقطه اخرى ونحب نحب ناكد. ذكرت لك انا نقص المحبه او الديفيسيت اللي عندنا في العطف والمحبه. نحب معناها كيما نحب نصاحب رحيم المدخل لليلو نبدا نحدثوا على نفسي، وما دام حدثت على نفسي مش نحدث على مشاكلي كاني ولينا انتيم لانه حدثت على مشاكل. بالشكوى نعتبر انه مدخل من المداخل استدرار كما قلت الصداقه والعطف، وهي مدخل غلط. صحيح، هذو من اسباب التشكي. ولكن حبيت نسال كان زيد سي فيصل، شنو هي البدائل نتاع الشكوى؟ اوكي الله يبارك، تو شعور انساني وقاعدين نعيشوا فيه اليوم، انه نلقى اليوم فما ناس وبرشا منهم مثلا يلجا باش يبكي، يقول لك انا يا خويا على الاقل الشكوى دي كان هبطت في الدموع نتاعي. هل هي من البدائل الصحيه كعلاج او كعلاج لوضع صعيب؟ مش إشكالية البكاء، وبالعكس صحي كما الضحك صحي، لكن ما تحلش المشكل، هي تعبير انفعالي تخرجك الانفعال اللي عندك، ولكن المشكل اللي تشكي منه هو مازال، إذن مش هو الحل، هو تعبير من التعبيرات وعلاش لا، لكن ما يخرجش بديل والا لا. انا مش قلتش حاجه، كنت استعملت كنت بديل به. فما ناس اخرين في الشكوى نتاعهم باش معناتها الشكوى نتاعهم ما تقعدش عنده تولي الكبت الكبير يخرجوا. فما ناس يخرجوا مثلا في سبور، فما ناس يخرجوا في دي سيتياسيون صعيبه معناتها دونجوروز مع التخطير. هل هي من البدائل او لا؟ هي من السلوكيات الايجابيه، لكن اللي يعمل الشيء هذا هو واعي ومسؤول، يقول انا عندي اشكال في الدار، اختلفت مع زوجتي وركبني الغضب، ونقول عوض ما نمشي نشكي نقول نمشي نعمل نتمشى في الطريق هكاك، نمتص اكل الشعور السلبي من الغضب ونرجع بطاقه ايجابيه. اذا انا خذيت بيدي المبادره وخذيت مسؤوليتي باش نجدد طاقتي باش نحمل مسؤوليتي في حل المشكل. هذه سلوكيات وبدائل جيده، عوض ما نقعد نهز تليفون ونكلم خويا ولا صاحبي وظل نشكيله من خصامي مع زوجتي، عوض هذا بدائل، انه ما دام مشينا للبدائل دخلنا في الجانب الإيجابي، هو المسؤولية في مواجهة هذا الواقع الغير مرضي. للناس اللي تحب تخلص من العادة متاع الشكوى الكبيرة هذية، من الحذر الواجب، شو معناها سي فايس؟ وصلح لي الفكرة هذية، أني نولي نركز مع روحي فك الـ 24 ساعة بيني وبين روحي، إسكو شكيت برشا ما شكيتش برشا، لا مرضية راني وليت كل حاجة ما تعجبنيش على انتي ذي نهار كم، وقتها تكون عندي القناعة في داخلي اللي أنا راني وليت عندي الشكوى هذية أصبحت كعادة وليت مثل خطر علي وعلى صحتي. صح، لأنه ذي النظرة السلبية مش تتولد عندي أنه نشكي من كل شيء، إذا عندي نظرة سلبية للحياة، ومرة أخرى يمكن تنزلق بي إلى نوع ما يسميه ليفوندرمون ولا حاجة تتجاوزني الانهيار تتجاوزني وأنهار أمامه، أصبح عاجز عن مواجهة أبسط الإشكاليات الموجودة أمامي، وهذا هو نوع ما وحالة مرضية تصبح نوع ما يتطلب سند، يتطلب متابعة علاجية، لأنه نصبح في حالة سلبية متواصلة وعاجزة على أن تغير هذا الواقع. نصيحة ثانية نجم نقدمها، لازمك تفكر وتخمم مرتين قبل ما تتكلم. شو معناها؟ زعما اللي باش تقوله كشكوى جوست خاطرك تحب تشكي، والا خاطرك ماكش راضي على الوضع نتاعك، وشنو هو الفايده من اني نقوم نشكي انا اليوم هذايا؟ هذوما راهو مهمين برشا، لازمك تفكر مرتين قبل ما تتكلم، هذه تنجم تعاونك باش تتخلص من العاده السلبيه هذي. نفرق بين حاجتين، هي الكلام عن المشكل والتشكي من المشكل. نجم عندي مشكل معين كما قلت، خلاف مع صديقي مع ابني مع بنتي مع زوجتي مع والدي، مع عندي خلاف
نحطه موضوعيا نحطه قدامي ونتكلم عليه بموضوعية. هذا كأنه نعمل فصل بين هو نسميه بالتمييز بين الحدث بعين ذاته والمشاعر اللي تتولد عليه. إذا وعي بالمشاعر ونقول الوضع ذا يحدث فيه الشعور بالحزن بالغضب، لكن قاعد نميز وقاعد نشوف في الأمور، مش نقعد نتحدث على الحدث بمشاعري وأنا متحدث فيه بموضوعية وراصد شنية المشاعر اللي يمكن لما نتحدث بهذا. أنا عملت الخطوة الأولى في تحمل المسؤولية وفي وفي حل الإشكال بشكل موضوعي. أما إذا نتشكى أنا في شباك الانفعال، الشعور بالحزن بالألم ونتحدث على المشكل من خلال مشاعري، وفما دمج بين المشكل والمشاعر وهكذا كان يشبكه كأنه ما عادش نجم نخرج منها. كظل نشكي أنا في حالة عجز على الخروج من المشكل. تحمل المسؤولية على الأفكار متاعي، معناته هذا زيدا رأي عادة إيجابية جدا. هذه من العادات اللي ما تخلي نعرف اللي أنا مسؤول على الأفكار هذيك ولي فكرة سلبية ولازم نتجاوزها. رحيم، احنا عندنا فهم غلط لمفهوم، مش هو موضوع، مش موضوعنا، لك مفهوم الحرية. الوجوديين، الفلاسفة الوجوديين يربطوا بين الحرية والمسؤولية. الحرية يفسروها أن القدرة على الاختيار، لما يكون عندي قدرة باش نختار بين شيئين أنا حر، نجم اختار هذا. أما كظل تنحصر ما عادش عندي هالقدرة، تنعدم القدرة على الاختيار، أنا أصبحت عبيد، جي با دو شوا، دونك ما عادش حر. الحرية مش لأن نعمل اللي يجي، وكي نختار إذا الحرية هي القدرة على الاختيار. وضروري أنه الإنسان أمام ضغوطات الحياة يكون ذهنه وفكره، ولما أستشير رحيم ولا أستشير صديق ولا كذا، نستشيره أمام معضلة باش نوسع دائرة الفهم للمشكلة دي، ويكون عندي اختيارات متعددة مربوطة بالمسؤولية. اختيار، أنا مسؤول على الاختيار. تحمل مسؤوليتك بعد في الاختيار أي كانت نتيجته، بيه ولا خايفة. افتراضا نتيجته سلبية نقول اخترت نستنتج، يقولك نتعلم الدروس، نستنتج أن الاختيار هذا أوكي ونرجع الطريق ونمشي لطريق آخر. إذا مازلت عندي حرية المبادرة وحرية الاختيار ومازلت حر ومسؤول. إذا لازمنا نكونوا في حياتنا، وهذا هدف البرنامج هذايا وكل مداخلاتي، هي كيفناش الإنسان يوسع من دائرة حريته، دائرة اختياراته، دائرة وعيه بالضغوطات الموجودة في حياتنا وهي شيء طبيعي، ويكون عنده القدرة على مواجهتها وإيجاد حلول لها، ويكون مسؤول على اختياراته في الحلول اللي يختارها أمام الضغوطات هذه. النصيحة الكبيرة كان تسمح لي سي فيصل هو التركيز على ما تريد، راقب النية وراءها واسأل نفسك ماذا أريد حقا من كلامي هذا، وكون واضح جدا بشأن ما تريده وما لا تريده، هذا نحبه هذا ما نحبوش. خليني نوخر بها الخطوة قبل ما تريد، ومعاك أنا في اللي النصيحة دي هي أنه نتمحص بشكل يقيني شنية احتياجاتنا لبزوان، لانه لما نشوف شنو اللي بزوا متاعنا، شنو ما الاحتياجات متاعنا، نخرج من دائره كثير من الضغوطات. تو كثير ناس يشكيوا من انعدام الامكانيات ونقص المواد الاساسيه والوضع المجتمعي والاقتصادي. شنو احتياجاتك انت؟ يمكن احتياجاتي مش ممسوسه. انا البارح واحد يشكي يقول لي، انا شاب صغير عمره عشرينات، يقول لي انا لازمني نعرق البلاده. قلت له مفكر اوروبا احسن منا؟ الجنه انا اهم نجمش نفاجئك لو نقول لك احنا في مجتمعنا رغم قله الامكانيات احنا احسن من اوروبا بكثير من الاشياء. كيفاش؟ قال لي. قلت له في اوروبا، انا كنت في باريس، باريس العاصمه برك، فما 10000 اس دي اف سون دوميسيل فيكس، مع يسكنوا على التريتوارات، تلقاه مضربه وساكن على السن نتاعهم اصلا، يحطوا خيمه ويبدا على الأودية اللي موجودة في وسط باريس، معناتها هذا أحسن شيء أنه تلقى خيمة. أما موجود على التريتوارات في خروج المترو، في تلقى على التريتوار في الثلج هابط، إذا 10000 يسكن. قلت له دور في القروان رغم الفقر متاعنا، تلقاش حد يسكن على التريتوار، شاد مضربة ويسكن على التريتوار، تلقاش حد في القروان. قال لك فلان والله خرجوه من داره مات من الجوع.
ما فماش ناس اللي اذا الناس هالكفاله ولا اذا مجتمعنا مازال فيه كفاله اذا مازلنا تراحم اذا رغم الوضع الاقتصادي الهش إن احنا مازلنا مئات المرات احسن من المجتمعات ما عادش الانسان يسال على الانسان الثاني. اذا خلينا دائما نشوف الايجابي في حياتنا وتشوف انه التذمر من وضع معين يمكن بعض مرات نبالغ فيه اكثر من لو ما نشوف احتياجاتي ونقول احتياجي اليوم انه شقا فتر في يتطلب 3 دينارات 4 دينارات ما نمشيش نتعذب انه ما عنديش كهرباء وما عنديش سياره وما عنديش دار وما عندي ما نعملش ضغوطات زياده. اذا انت قلت ما تريد وما لا تريد نقول لك شوف الاحتياجات وعلى حساب الاحتياجات نقول ماذا اريد اليوم اريد تحقيق احتياج الاول. ثلاثة نقاط قلتهم نبكر انت كيفية زيادة العلاج من كثرة الشكوى اللي عند توينسا خاصة، استبدل افكارك السلبية بالبدائل الممكنة كما قلت انا بكري، تغيير وجهة النظر نفس المشكل هذا اللي انا فيه ما عندي مشكل به شنو نجم نربح من المشكلة ذي ولا شنو الحل متاعه باكثر عقلانية واكثر من هك كيف كنت تحكي لي لازم تكون ممتن من الحاجة اللي عندك تحت عليها رب. كيف نش نوسع دائرة الشعور بالامتنان نقول نبدأ بالامتنان شنو الشخص في عائلتي اللي نمتله يلزم كل يوم أنا التمرين نعطيه لبعض الناس باش يغيروا طاقة حياتهم الإيجابية أنه يوميا قبل ما يرقد يذكر 3 أشخاص يمتن لهم في هذا اليوم والامتنان لله قبل كل شيء وبعد كل شيء. لكن خلينا مع في العلاقات المجتمعية العائلية الأسرية 3 أشخاص أمتن لهم هذا اليوم وغدوة 3 أشخاص يمكن نفس الأشخاص يمكن أمتن لصديقي أنه والله اليوم تلفن لي واسألني على حاله أنا ممنون له نشعر بالامتنان نحو نشعر بالعرفان نحو الحركة اللي عملها نمتن لخضار مشيت نصرف وقال لي دقيقة مش نعطيك حاجة باهية وننصحك بكذا. فما حوايج بسيطة في حياتنا يوميا من صباح اليوم كل الناس تعيش أشياء إيجابية خلينا نذكرها في آخر النهار ونثمنها ونمتن للأشخاص حتى اللي ما نعرفهمش نقول واحد في الطريق والله أنا ما نشوفش برشا واحد في الطريق اللي إجا معايا نعديك الطريق نقول نمتن للشخص هذا أنه الرحمة ما زالت الرحمة ما زالت في قلبه ما زال الشعور بالمسؤولية المجتمعية. إذن لازمنا في حياتنا نشعر بالامتنان لأشخاص لظروف لي 3 أشياء كل يوم نذكرهم وتشوفوا الطاقة الإيجابية بعد 10 أيام بركة نقولها جزء راهو من الشفاء يكون زاد عند الناس اللي قاعدين يشكيوا لهم. كي يجي واحد يشكي لك لازم تعرف كيف تتعامل معه ما تتعاطفش معه ليه أم حاول باش تموتيفي باش يتحرك مش تتعاطف معه تقول له لا عندك حق وتشد راسك معه وتقوم تبكي معه. نخليك الجواب نخليك الجواب للجمعة الجاية لأنه أحد مظاهر العنف هذا لما نجي حد نتعاطفه ونعطي واحد جي يشكي الإنسان مش طبيب يقول له والله عندي وجايع في كرشي وعندي والآخر يتعاطف معاه يبدأ ينصح فيه يقول له والله عندي ولد عمي شراك الدواء الفلاني تعاطفش هاي نشوفوا حل اسمه هاي نشوفوا حل تحس في روحك ماكش لاباسة هاي نشوفوا حل نمشيو للطبيب بداية الحل انك تمشي للطبيب مثلا تخليه باش يتحرك ما تزيدش تكبله معناتها على البلاصه هذيك ولا تعطيه هو بطبيعته حاير تقول له مشيت شفت طبيب مختص عوض ما أننا نبري إلى أنه نعطيه وإلا نقول شنو الحل الناس اللي نقول شنو الحل في المشكلة مش شنو الحل يعطيك هذه المسؤولية هذا الإنسان اللي يشكى إليه يكون في إطار المسؤولية وأنه ما يعتبر نوحه مش مختص في إيجاد هالحلول اللي ينتظر فيها الآخر ويحطه في حدوده. هذه لو نوصل إلى هذه الوعي بمعرفة الحدود شنية حدودي أنا في تقديم حل مش ليلي والحل اللي نجح معايا يمكن ما ينجحش مع رحيم صحيح لأنه الحلول مش كلها ولو نجحت وأتت نتيجة كبيرة معي أنا اللي عندي ظروف خاصة رحيم يمكن يوصف لي في مشكل نفس المشكل متاعي ونقول له شفت البارح جربت كذا لا لا نقول وهذه حدود معرفة حدود نفسي وحدود النصيحة وحدود ما أعطيه من نصائح
نحجم على أنه نستسهل الكلام ونعطي حلول في غير موضعها. ويبقى الحل الأمثل، كان تسمح لي سي فايسل باش نخدم خاطر وصلنا لآخر ليميسيون تاعنا، ويبقى الحل الأحسن حل وأنجح حل هو كما نقولوا حتى بالعامية الشكوى كان ربي سبحانه الله أكبر عليك، اللي هو نفس الشيء نفكر فيها في لحظة في نفس اللحظة، اللي هو باش يقعد ديما في الاستماع ليك، الشكوى لغير الله مذلة، ويقعد هو ديما في الاستماع ليك كي تشكيله، ويسمعك وقت ما تحب كيما ما تحب بالطريقة وبالطريقة المثلى. يمكن ما تلقاش إجابة وقتها، يمكن هذا ما نعرفش، ولكن مش تحس براحة نفسية كبيرة وتتذكر بعض الآيات القرآنية وتذكر بعض الأنبياء وقصص الأنبياء اللي تاخو منهم عبرة، وهكا تنجم تصفي فكرك وتصفي بالك وتكون عندك أنت لقبية كبداية خطوة أولى للسبب اللي قاعد تشكي منها الكل على الأقل. أكيد هو رب العالمين يستجيب للداعي إذا دعاه بشكل فوري، لكن يمكن بعض مرات الاستجابة احنا ما نفهمهاش. يطلب ربي إنسان ما عنديش فلوس وربي يطلب ربي في الفلوس، يمكن ربي ما يعطيهش فلوس حماية له لسبب ما، لسبب حماية له، لأنه لو يعطيه فلوس يمكن يطغى بها. ويمكن إذا نرجع كيف نشوف الإيجابي في كل وضع وكل حل وكل حتى ما يرضيناش. لكن أول شيء شكوى لله هي حماية لذات، كما قلنا الشكوى لغير الله مذلة. نحفظ كرامتي وما نمشيش نطلب من إنسان شيء هو مش قادر عليه وما عندوش حل فيه، لأنه بشر كيفي، مش هو اللي مش قادر الحل. بينما القادر على الحلول والقادر على المساعدة والقادر على أنه يبعث في داخلي وحي ليهديني إلى طريق مستقيم، طريق الحلول، لأنه الحلول في داخلنا، الحلول والعلاج في داخلنا، حتى الأمراض كلها في داخلنا. نفسيا لو نمشي إلى الطاقة الإيجابية أو نربط نفسنا بالطاقة الإيجابية نلقى كثير من الطاقة لحل إشكالياتنا وضغوطاتنا، سواء كانت صحية جسدية أو صحية نفسية أو أوضاع اجتماعية حولنا. دونك الخمسة صلوات اليومية هي علاج يومي حتى لك التشكي اللي قاعدين نعيشوا فيه في حد ذاته. كل يوم وقت تقرب ربي سبحانه في الدعاء متاعك اليوم في استجابته للدعاء لهم، نعطي طاقة إيجابية واحدة أو شرح لطاقة إيجابية واحدة في الصلوات اللي تذكرهم. لما إنسان عايش مشكلة معينة، عنده ديون، عنده مشكلة مع زوجته، مع في العائلة، في المجتمع، من العمل، أي كان، لما يجي للصلاة وينسلخ ويخشع لله، الإيجابية الأولى حتى ولو ما نمنش دينيا، الإيجابية الأولى أنه للحظة انسلخ عن المشكلة اللي كان عايشها ومشى لطور ثاني، لطاقة حياتية أخرى، على الأقل خمسة دقائق هو في طاقة حياتية أخرى داخل الصلاة. لما يرجع المشكلة ما يرجعش بنفس الطاقة. صحيح. إذن هذه أول إيجابية لمسألة الصلاة، ما وصلناش لها. إذن هي المسألة كل كيف أجدد طاقتي باش نفس المشكلة نقدر ننظر لها من زاوية أخرى، وقادر بطاقة إيجابية أكبر، قادر على إيجاد الحلول اللي مش ما كنتش قادر عليها من خمسة دقائق. أخصائي والمعالج النفسي سيد فيصل الكعبي، نقرأ مرسي لحضورك بحضرنا اليوم فيها لو دكتور. هكا نكون وصلنا لآخر سنتي 5.0 بالنسبة اليوم. نقرأ مرسي لكيب كامل كوتي تكنيك ريداكسيون برو دي ويب اللي أمنوا لكم أكثر من 20 دقيقة من بثنا المباشر. نتلقاو غدا في نفس التوقيت. دي سيلا بي سيف هي دمى. الماضي والآتي على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.